مرته ولاده. يا ما يا محمود يا روحي امك. وضار عمامي عندهم اطفال كلهم اولاد عمي متجوزين كلهم باولادهم راحوا. حسبي الله ونعم الوكيل. متأجرين طلع كيفان طلع هان طلع هان يمكن 6-7 دور هيك راحن قمنا ما لقيناش حالنا في الشارع لا لقينا دار ولا لقينا شباك ولا لقينا حيط اصلا كل يوم 40 30 كل ساعه 20 10 30 40 50 ليمتى ليمتى ساعة 3:30 الصبح ما صحينا لقينا المنطقة كلها دمار شامل نزلن 3 صواريخ انفجرن صاروخين وظل هيو لسه صاروخ جوا الحمد لله طبعا طلعنا أشلاء مدنيين كلهم مدنيين ما فيش ولا أي عسكري ولا أي 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 أي, أي إشي يذكر عنا في المنطقة منطقتنا معروفة كلها مدنية كلها ناس غلابة متأجرين طلع كيفان طلع هان طلع هان يمكن 6-7 دور هيك راحن قمنا ما لقيناش حالنا في الشارع لا لقينا دار ولا لقينا شباك ولا لقينا حيط اصلا تصحى الساعة لما تكون نايم وتصحى الساعة 3:30 الفجر على صوت قصف وكل المنطقة عندك بتكون يعني حالة رعب وكل الناس بتجري وبتعرفش ايش بدك تعمل تروح بتنزل بدك تساعد يعني بتلاقي اشلاء قطع ناس يعني مدنيين فيش ما لهمش ذنب في الحاجة يعني حسبنا الله على المجرمين يعني انت بتروح بتشوف الناس كيف قاعدة بتصوت والأمهات بتحصر على أولادهم وأباء بتحصر على أبناء كل يوم 40 30 كل ساعة 20 10 30 40 50 ليمتى ليمتى بكفي بكفي والله بكفي واللي راحت راحت عليه والله يا عم والله اللي راحت راحت عليه